السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نهضروا فيه على لا سيميولوجي د لاباراي ريسبيراتوار. قبل ما نبداو لا سيميولوجي غادي نديروا ان بتي رابيل على اناتومي د لاباراي ريسبيراتوار. الهواء او لاير كيدخل من جوج ديال القنوات، من الانف والفم. سواء من الانف او للفم فراه كيتلاقاو في واحد المنطقه اللي سميتها الفارينكس. من بعد كيهبط الهواء للارينكس، من بعد كيمشي للتراشي اللي هو عباره عن انبوب كيهبط الهواء للرئتين. ملي كيوصل التراشي للرئتين فراه كينقسم لجوج ديال الاقسام اللي هما لي برونش اي القصبات. هاد لي برونش عندهم واحد التفرعات اخرين اللي هما لي برونكيول اي القصيبات. من بعد كاينين لي برونكيول تيرمينال اي نهايه القصيبات. كاين من بعد لي زالفيول، وكاين في هاد لي زالفيول كاينين واحد لي ساك اللي كيتسموا لي ساك الفيولير، وهنا بالضبط فين كيوقعوا لي زيشونج ما بين الاكسجين والسي او 2. وغادي نبداو باول بروبليم اللي هو لا بوليبني. دونك لا بوليبني سي لاكسيلاراسيون دي موفمون ريسبيراتوار انسبيراسيون اي اكسبيراسيون او دلا دو 20 سيكل بار مينوت شي لادولت اي او دلا دو 30 سيكل بار مينوت شي لانفون. بمعنى ان لا بوليبني هي الزياده في سرعه التنفس في الدقيقه الواحده، يعني الزياده في المعدل ديال اخذ الهواء اي الشهيق واخراجه اي الزفير عن المعدل الطبيعي، يعني اكثر من 20 موفمون عند البالغين و30 موفمون عند الاطفال. من بين لي كوز ديال بوليبني هي لومبولي بيلمونير اي لوستريكسيون دون ارتير بيلمونير او دو لون دو سي برانش بار ان كايو دو سون اي انسداد الرئوي. هاد الانسداد الرئوي اللي كيدير لينا دي دوماج او نيفو ديال البومون، يعني البارتي اللي هي تقاست ما كتبقاش قادره باش انها دوزنا الاكسجين للاورغانيزم. لي مالادي فيبريل اللي هما الامراض اللي كتكون فيهم الحراره طالعه بزاف اكثر من 37.5. لا بنوموني اللي هي انفيكسيون ريسبيراتوار ايغو اي التهاب ديال الرئتين اللي كيكون بسبب فيروس بكتيري او شامبينيون. لا برونكيوليت اللي هو التهاب ديال القصيبات الهوائيه. من بين الاسباب كذلك ديال البوليبني هي لونجين دو بواترين او لا لونغور، يعني واحد دولور توراسيك، هاد الالم في الصدر اللي كيبان بوندون لي فور او لا ستريس. لانفاركتوس دو ميوكار اللي هي الذبحه الصدريه، كتجي ملي كيكون شي ارتير كورونير كي تبوشا سو بوش، وهادشي اللي كي ما كيخليش ان لو فلو سانغان يدوز، يعني كيحبس التدفق ولا كينقص لنا التدفق ديال الدم للقلب. ومن بين الاسباب كذلك لي زيموراجي، يعني النزيف، وحنا كيف ما كنعرفوا انه من بين لي كونسيكونس فيزيولوجيك ديال النزيف انه كيدير لنا فازو كونستريكسيون بيريفيريك، يعني ملي كيكون عندنا شي نزيف في الجسم ديالنا كيحاول انه لو سيستيم نيرفو كيفرز لنا واحد لي سبستانس، واحد المواد، واحد الهرمونات اللي كيحاولوا انهم ينقصوا من الكاليبر ديال لي فيسو سانغان. وملي كينقص الكاليبر ديال لي فيسو سانغان كيتزاد لو ريتم كاردياك، كيتزاد السرعه ديال التنفس، وكتنقص الكونتيتي ديال لي زورين، يعني كتكون اوليغوري. بالنسبه للبرادي بني فهي العكس ديال بولي بني، اي كيكون فيها تباطؤ او انخفاض ديال لي موفمون ريسبيراتوار في الدقيقه، اي اقل من 15 موفمون عند البالغين و22 موفمون عند الاطفال. بالنسبه للبرادي بني فهي كتبان على جوج الاشكال، اما سور لانسبيراسيون اي في الشهيق او لا سور ليكسبيراسيون اي في الزفير. بالنسبه للبرادي بني سور لانسبيراسيون فهي اللي كتسمى برادي بني انسبيراتوار، وكتبان ملي كيكون عندنا اوبستاكل او عائق في اللارينكس او التراشي اللي كيحبس الدخول ديال الهواء. وفي هذه الحاله كيكون شهيق صعيب ومزعج، مثلا في حاله اللارينجيت التهاب اللارينكس او لا ليكروب اللي هي واحد الانفيكسيون فيرال اللي كتسمى لارينغوتراكييت، كتبان في يعني هاد الانفيكسيون كتجي في لاغورش، كتجي في اللارينكس او لا الكورد فوكال، وكتجي في لي برونش. ولا كتبان هاد الحاله عاوتاني ملي كيكون عندنا شي كور اترونجي، يعني سرطنا شي حاجه اللي حبسات لينا الدخول ديال الهواء. بالنسبه سور ليكسبيراسيون هي اللي كنسميوها برادي بني اكسبيراتوار، وكتبان ملي كيكون شي عائق اللي كيحبس الخروج ديال الهواء. وفي هاد الحاله كيكون الزفير كيكون صعيب وكياخذ مده طويله. وكاكزامبل هاد الحاله هي لازم
بالنسبة للأسباب ديال بغادي بني، فمن بينهم الميننجيت أي التهاب السحايا، لي زيموراجي سيريبرال أو لا نزيف الدماغ، و لي زانتوكسيكاسيون سيرتو دوك لي زانتوكسيكاسيون دوميستيك، يعني كيكون بسبب لينالاسيون ديال شي مونوكسيد دو كربون ولا يعني دوك التسممات اللي كيوقعوا في المنازل. Le cornage, c'est une respiration sifflante. C'est un sifflement laryngotrachial assez prononcé pour être entendu à distance. Il traduit un gène inspiratoire au passage de l'air dans les voies respiratoires hautes. يعني هو واحد التنفس مزعج كيكون فيه بحال السفير كيخرج من الصدر ديال الانسان بسبب تضيق مجرى التنفس، يعني كتسمع داك الانسان بحال كيصفر وكتقدر تسمعو من بعيد. نخليكم تسمعوا دابا اكزامبل ديال Le tirage, c'est une dépression au moment de l'inspiration des parties molles du thorax. Le tirage est dû le plus souvent à l'obstruction de l'un des conduits aériens, larynx, trachée, bronche. Il s'accompagne fréquemment du cornage ou respiration sifflante. Donc le tirage, c'est un phénomène qui connaît les tissus mous, يعني المسكل respiratoire ou la peau qui est entre les côtes. Donc il y a un aspiré vers l'intérieur ou هادشي كنشوفوه lors de l'inspiration. Donc هاد لو تيراج هو واحد السين ديال l'augmentation importante ديال le travail respiratoire. La dyspnée, c'est la difficulté ou la gêne à respirer, c'est la perception consciente d'une respiration difficile, c'est l'essoufflement. Donc la dyspnée هي ضيق التنفس، donc هي صعوبة أو لا تعب أو لا تضايق في التنفس. دونك تتحس بحال او كور دو لا ريسبيراسيون كيتسمع واحد الصوت بحال ديال الازيز، يعني بحال التصفار. ان مالاد اتان دو ديسبني سون دون بار لا نيسيسيتي دو ريسبيري دون بار كو ليفور ريسبيراتوار كيل في انسوفيزون. دونك الناس اللي كتكون عندهم ضيق تنفس كيكون التنفس ديالهم سريع وكيكون صحوب بواحد الاحساس ديال نفاد الهواء، حيت انهم كيحسوا دائما انهم ما قادرينش يتنفسوا بسرعه او لا مقدرينش يتنفسوا بواحد العمق اللي هو كافي، وكيلاحظوا انهم بحاجه دائما باش انهم يديروا واحد ليفور اللي هو مضاعف باش يوسعوا الصدر ديالهم عند الشهيق وباش يطردوا الهواء عند الزفير. بالنسبه للديفيرونس فاريتي ديال ديسبني فهي تقدر تكون دائمه اي بيرمانونت او لا تكون باروكيستيك، يعني تكون على شكل كتجي على شكل نوبه مرضيه شديده. ممكن تكون كتجي هاد ديسبني في ليفور ولا في لوغوبو، ممكن يكون مرافق لها تسارع او لا تباطؤ في التنفس، يعني في الشهيق والزفير، وممكن يكون ضيق التنفس عند الشهيق فقط يعني عند ادخال الهواء، وممكن يكون عند الزفير فقط يعني عند اخراج الهواء. وكيكونوا بعض الاعراض المرافقه للديسبني بحال الالم في الصدر، بحال لونغواس يعني التنفس بصعوبه، بحال التيراج، بحال لو كورناج، وبحال لي باتمون ديال لي زيل دوني يعني رفرفه ديال اجنحه الانف. من بين الاسباب ديال الديسبني يعني يقدر يكون سبب ديالها مشكل في لارينكس بحال شي كوغ اترونجي في لارينكس، يعني سرطناش حاجه وبقات لينا في لارينكس، ولا اوديم دو لاغلوت، ولا الناس اللي عندهم سرطان ديال لارينكس، ولا عند الاطفال اللي كتكون عندهم التهاب الحلق سواء بسبب الزكام او لا بسبب الدفتيري. ممكن يكون سبب ديالها برونشيك في حاله لازم، ولا البرونشيت كرونيك، ولا كونسير برونشيك، ولا كور اترونجي برونشيك. من بين لي كوز بيلمونير هو لو بي، يعني لوديم ايغو دو بومون، يعني تراكم السوائل في الرئتين وبالضبط في الاكياس او الحويصلات الهوائيه اللي كنسميوها لي زالفيول. دونك الشيء اللي كيأثر على تبادل الغازات في الرئتين وبالتالي كيحدث ضيق التنفس. الاكياس الهوائيه عندها واحد الجدار رقيق كيسهل التبادل ديال الهواء وكيمنع السوائل، ولكن في بعض الاحيان هذا الجدار هذا كيفقد هذيك السلامه ديالو بعده اسباب، اما بسبب التهاب الرئه ولا امراض القلب ولا بعض الادويه ولا السموم ولا السفر في المناطق اللي هي مرتفعه. الشيء اللي كيخلي هذيك السوائل كتسرب يعني من الاوعيه الدمويه وكتملا الحويصلات الهوائيه، يعني عوض ما كيتملؤوا بالهواء كيتملؤوا بالسوائل.
من بين الاسباب كذلك لومبولي بيلمونير، اي الانسداد الرئوي. دونك تيكون انسداد رئوي في لي زارتير بيلمونير، يعني في احد الشرايين الرئويه، بتخثرات صغيره ديال الدم ولا بشي ماده صلبه، الشيء اللي كيخلي من الصعب مرور الدم عبر الرئتين وبالتالي عدم الحصول على الاكسجين. لونفيزيم بيلمونير هو انتفاخ الرئه، هو كذلك من بين الامراض اللي كتسبب في ضيق التنفس. دونك هو واحد المرض اللي كتفقد فيه انسجه ديال الرئه، ديك المرونه ديالها، يعني كيحدث واحد التلف وتمدد في ليزالفيول، ومع مرور الوقت هذاك الجدار ديال ليزالفيول كيولي ضعيف وكيتمزق، وكتولي مساحه هوائيه كبيره، يعني عند الزفير ما كتبقاش ليزالفيول خدامه، يعني كيبقى الهواء القديم محبوس وما كيخليش فين يدخل هواء جديد اللي نقي وغني بالاكسجين. وهذا الشيء هو اللي كيخلي الناس اللي عندهم لونفيزيم كيكون عندهم دائما تو كرونيك، دائما في ليكوز ديال لا ديسبتي. بنوموكونيوز هو مرض رئوي، دونك هو واحد المرضي بروفيسيونيل اللي كيجي بسبب فرط في استنشاق الجزيئات الدقيقه ديال الغبار والمعادن الدقيقه، وكيجي سيرتو الناس اللي كيخدموا في المناجم وفي الفحم وفي الاسمنت، يعني البلايص اللي فيهم داك الغبار اللي هو رقيق. من بين الاسباب كذلك تيبركولوز ميليير، هو شكل من اشكال مرض السل اللي فيه كتنتقل لأعداد كبيره من البكتيريا، كتمشي عبر مجرى الدم وكتقي السنه، ولا كتنتشر في جميع الانحاء ديال الجسم، يعني ملي كيبانوا لنا بحال البقع صغيره كتشابه لي غران دو ميل، يعني داك الدخن، ديك الماكله ديال الفراخ كتبان منتشره في جميع الانسجه ديال الجسم. توبركيلوز فيبروز نقدروا نقولوا هو لو ستاد فينال ديال توبركيلوز بيلمونير اللي فيه كيحدث تليف الرئتين، يعني تلف وندوب في الانسجه ديال الرئه. دائما في لي كوز دو ديسبني، دابا غادي نشوفوا لي كوز دوريجين بلورال، واولهم هو بلوريزي، يعني لانفلاماسيون دو بليفر، والبليفر هو داك الغشاء اللي كيكون محيط بالرئتين. ملي كيكون عندنا كيوقع التهاب في هذا الغشاء، فكتولي عندنا بريزونس انورمال ديال ليكيد في الكافيتي بلورال، وهاد لانفلاماسيون يقدر يكون لوريجين ديالها سوا توبركيلوز او لا كونسيروز او لا كاردياك. بنوموتوراكس هو البريزونس انورمال دير دون لا كافيتي بلورال. الفرق اللي كاين ما بين البنوموتوراكس والبلوريزي هو ان البلوريزي كتكون دائما في لي كوز دو ديسبني، ودابا غادي نشوفو لي توراكس بريزونس ديال الديستينال والميدياستان، هو ديك لا ريجيون دو توراكس اونتر لي دو بومون. دونك من بين الاسباب اللي يقدروا يتسببوا لنا في ديسبني هو انهم يكونوا دي نيو فورماسيون، نيو فورماسيون يعني دي كيس او لا دي تيمور بينين ديال الميدياستان. لي كوز دوريجين كاردياك باغ اكزومبل لانسوفيزونس كاردياك، يعني انه القلب كيفقد هذيك القوه ديالو كعضله، وكيفقد القدره باش انه يدير الانقباضات الطبيعيه ديالو، وبالتالي ما غاديش يضخ الدم مزيان باش يوصل لي زورغان. دي كوز باريتال فراكتور دو كوت اي الاضلع، دي كوز نيرفوز اتانت بولبير و اتانت ميدولير. اتانت بولبير يعني اتانت ديال لا بول براشيديان، الجزء السفلي من لو ترون سيريبرال، الجزء اللي كيربط لينا ما بين الدماغ لو سيرفو وما بين لاموال ايبينير اي الحبل الشوكي، وهذا الجزء هذا هو اللي كيتحكم في الوظائف الذاتيه بحال التنفس، الهضم، البلع، العطس، القلب. و اتانت ميدولير يعني ليزيون في لاموال ايبينير او لا في لي غاسين نيرفوز. دي كوز بسيشيك، لي نوروتونيك سو بلان سوفون دو ديسبني، يعني لي نوروتونيك دوك لي ميديكامون اللي كناخدوهم، يعني بحال شكل مقويات عصبيه فكيديروا ديسبني، والمقويات العصبيه كناخدوهم في حالات لي نوروتوني، يعني ملي كيوقع ديزيكيليبر في الفونكسيونمون مينور ديال السيستيم نيرفو اوتونوم، يعني الجهاز العصبي اللي كيتحكم في الوظائف الحيويه ديال الجسم. دي كوز شيميك، لا ديمينيسيون دو لا تونور اون اوكسيجين دو لير، يعني ملي كنقص الكميه ديال الاكسجين كتنقص ما كتبقاش في الهواء. دائما في لا سيميولوجي د لاباراي ريسبيراتوار، ودابا غادي نشوفو لورتوبني. دونك لورتوبني سو تشين جين ريسبيراتوار او ديسبني امبيشون لو مالاد دو ريستي كوشي اي لوبليجون ا ريسبيري دون لا بوزيسيون اسيز. دونك هو شكل من اشكال ضيق التنفس
أولا صعوبة في التنفس عند الاستلقاء وخصوصا أثناء النوم، يعني الإنسان كيرجع كيتنفس عادي أثناء الوقوف أو الجلوس، وهذه الحالة كتوقع أون كا دانسوفيزونس كاردياك ولا فلوديم إيغو دو بومون. بالنسبة للابني سي أن أغي بليز أو موان برولونجي دو لا ريسبيراسيون، يعني التوقف ديال التنفس. لا تو سي أون بروتال إي بريونت إكسبيراسيون فولونتير أو نو سويفي دون إنسبيراسيون بروفوند. La toux, c'est un réflexe ou un acte volontaire qui a pour résultat d'expulser violemment l'air et dans certains cas les corps étrangers contenus dans les voies respiratoires. Donc la toux ou le soual ou le kha هو طرد قوي ومفاجئ للهواء من الرئتين كيكون متبوع بون انسبيراسيون بروفوند. دونك الكحه هو رد فعل طبيعي للهواء كيساعد على تنظيف الممرات التنفسيه من الجزيئات الغريبة، من الميكروبات، من السوائل ومن المهيجات. لاتو عندها بزاف ديال لي فاريتي، اولهم لاتو سيش بريف نون سويفي ديكسبكتوراسيون امبروديكتيف لورسكيل فريكونت يل بو فاتيغي لو مالاد لامبيشي دو دورمير. دونك لاتو سيش هو السعال الجاف، يعني ما كيكونش فيه البلغم، عدم وجود البلغم، وهي كتكون فريكونت هاد لاتو هادي. و كت يعني المريض ملي كيكون عنده السعال الجاف ما كيبقى يدير ان افور اللي هو قوي، كيحس بالعيا وما كتخليهش ينعس. لا تو غراس بروديكتيف سويفي دو ديكسبكتوراسيون بلوز او موان ابوندونت تو ايميد سي اون تو اوتيل اي بيرمي ليفاكياسيون دي كونتوني دو لاربر برونشيك. دونك لا تو غراس هو داك السعال الرطب اللي فيه كيكونوا فيه لي زيكسبكتوراسيون، يعني كيكونوا فيه تنخيمات. وهذا النوع ديال السعال كيكون مهم حيت كيمكننا باش اننا نخويو لاغبر برونشيك من هذوك لي زيكسبكتوراسيون. لا تو كينتوز اللي كاركتيريزي بار لا سكسيسيون دو نومبرو موفمون دو تو، يعني هذا النوع ديال لا تو كيكون فيه تتابع ديال بزاف يعني السعال بحال كيتعاود تقريبا 15 فوا، كيتعاود 15 مره، كيبقى يعني بحال هذيك الموفمون كتكون متتاليه ما كتحبش. وهاد الحاله هذه كنشوفوها في لا كوكلوش اولا في السعال الديكي وفي لا برونشيت كرونيك، يعني التهاب ديال لي برونش. تو ايميتيزون سي اون تو كانتوز سويفي دو فوميسمون سو فوا دون لا كوكلوش. دونك هاد النوع ديال السعال كيكون متبوع بالقيء وتا هو كنلاحظو في الكوكلوش. لا تو بيتونال سي اون تو دون لاكيل سون جوكستابوزي دو بروي ديستانك ديسونانت سيمولتاني لان غراف اي فوالي لوتر ايغو اي كاسي سو فوا شي المالاد ايون اون باراليزي دون كورد فوكال. دونك هاد لا تو هادي كتكون فيها جوج ديال الاصوات متعاكسين، واحد غراف وواحد ايغو. دونك تلاحظوها عند الناس اللي كيكون عندهم بحال شلل ديال الاحبال الصوتيه. La toux rauque, c'est une toux aboyante, se voit en cas de laryngite, comme par exemple une atteinte des cordes vocales. Had la toux hadi, qui est yani sauch bhella bah, tellahdouha f laryngite, aïe l'inflammation d'yel larynx. La toux éteinte, c'est une toux voilée, se voit au cours de croc. Had la toux hadi, yel li kansmouha f mli kikoun adna shi had li mkhnouq, yani khtinaq. Les causes d'yel la toux ktira ou mtaadida. كاينين لي دوريجين فارنجي بحال التهاب ديال الفارنكس سواء ايكو او لا كرونيك. لارنجي يعني التهاب لارنكس او لا تيمور في لارنكس. برونشيك يعني برونشيت التهاب ديال لي برونش او لا توسع ديال لي برونش ديلاتاسيون دي برونش او لا كونسير برونشيك. بلمونير في حالات لي بنوموباتي ايكو او كرونيك. بلورال سي اون تو سيش كي ديكلونشي بار لي شانجمون دو بوزيسيون. Médiastina, c'est une toux sèche qui est dans les cas typiques équinteuse, tumeur de médiastin et péricardite. Neurotonique, par exemple, maladie de Basdeau. Ou cette maladie de Basdeau, il y a une maladie auto-immune de la glande thyroïde. L'expectoration, c'est le rejet par la bouche des sécrétions bronchiques. L'expectoration est rejetée lors des effets de toux. Elle doit faire l'objet d'un recueil attentif journalier dans un verre crachoir gradué pour permettre un examen quantitatif et qualitatif. Maintenant, on a l'expectoration ou la tnkhima, فهي الارجاع عبر الفم ديال البلغم او دوك لي سيكريسيون اللي كيكونوا في لي برونش. هاد الارجاع هذا كنرجعوه ملي كنكونوا كنديروا مجهود ديال السعال، وخاصنا ضروري
اي تنخيمه رجعناها نبقاو تنجمعوها في واحد الفيغ كراشوار اللي هو غرادوي، يعني كل نهار كنجمعو فيه باش كنديرو ليها ليكزامان كاليتاتيف و كونتيتاتيف. كونتيتاتيف يعني شحال لا كونتيتي لي ديال التنخيمات، وكاليتاتيف يعني لاسبي كيفاش داير، واش فيها لو سون، فيها لو بو، واش مكشكشه ولا كيفاش داير. لي برينسيپو تيب ديكسبيكتوراسيون سون ليكسبيكتوراسيون سيروز اي لي ليكيد تري فلويد كوم دو لو سوفون روزي اي موسوز. دونك هاد النوع ديال التنخيمه كيكون بحال الماء، ويعني كيكون غوزي بحال مايل شويه اللون الوردي، وكيكون بحال مكشكش. هذا كنشوفوه في لوكا ديال لوديم ايغو دو بومون. النوع الثاني هو ليكسبيكتوراسيون ميكوز، دونك هادي كتكون فيها ايبر سيكريسيون ديال الميكوس برونشيك، وكتكون ترانسبارانت فيسكوز يعني لزيجه وفيلونت دايره بحال بياد البيض، وكنشوفوها سيرتو في الكريز دازم. L'expectoration purulente, il peut être jaune ou verdâtre, le pus est franc, homogène ou non, parfois il est très épais, formant de gros crachats isolés appelés crachats nuillaires. Le nom de l'expectoration qui confie le pus, soit jaune, yani sfar ou l'akhdar, ou qui confie homogène ou non, yani wach mtjanes ou lela, ou qui confie épais, yani mazoul, qui dir bhal chi pièce de monnaie. Expectoration muco purulente, le plus souvent, l'expectoration a un caractère mixte. On la rencontre dans les affections bronchiques et bronchopulmonaires, particulièrement dans la dilatation du bronche et dans les bronchites chroniques. Elle est caractérisée par son abondance, plus de 200 ml. Donc, il y a une expectoration qui est une mixte, c'est-à-dire la muqueuse ou le pus. C'est-à-dire qu'on les affections bronchiques, c'est-à-dire les bronches ou les poumons, c'est-à-dire la dilatation des bronches, وحتى في لي برونشيت لي هما كرونيك، وكتكون دائما لا كونتيتي كتكون كثيره. اكسبيكتوراسيون ايموراجيك لي ايموبتويك، دونك هاد النوع هذا كيكون فيه تانتي دو سون، يعني كيكون فيه لو سون، ولا كيكون بيغمون ايموراجيك يعني كله فيه لو سون، هو اللي كنسميوه لي موبتيزي. لي موبتيزي سي لو روجي بار اكسبيكتوراسيون دو سون بروفونون دو لا بارتي سوغلوتيك دي فوا ريسبيراتوار، سيتادير سيتيو او ديسو دي كورد فوكال سويفون لابوندونس دو سون expectoré. On distingue le rejet du sang rouge sous-glottique au cours d'un effort de toux, l'hémoptysé de grande abondance, l'hémoptysé de moyenne abondance, l'hémoptysé de faible abondance, les crachats hémoptuiques. Maintenant, l'hémoptysé est un rejet qui confie le sang léger mais la région sous-glottique et n'est-ce les cordes vocales. Ou à حسب l'abondance de هذاك le sang qui ميزو ما بين l'hémoptysé de grande abondance, de moyenne abondance ou de faible abondance. Il y a une quantité كبيرة ou la moyenne ou la قليلة. L'enquête étiologique en présence d'un hémoptysé, la seule difficulté est de connaître sa cause, c'est-à-dire le soin avec lequel l'enquête doit être menée. Donc, ملي كيجينا شي باسيون كيقول لك راه التنخيمه ديالي فيها الدم، الصعوبه اللي تلقاو هو نحددوا السبب ديالها شنو هو. دونك ضروري خاصنا نديرو لانتيغوغاتوار هو الاول، من بعد نديرو ليكزامان كلينيك، وابخي نديرو ليكزامان بارا كلينيك. في الانتروغاتوار تنسولو لو باسون، تنأكدو عليه واش اخر مرة كانت عندو الكحبة، كان عندو تنخيمات، وكيقول لنا حتى واش ديجا سبق عندو تيباركيلوز ولا لا، واش كان عندهم شي واحد في لافامي عندو تيباركيلوز، ولا شي واحد عايش معاه في الدار عندو تيباركيلوز. من بعد تندوزو ليكزامان كلينيك لي خصو يكون كومبلي، يعني كنقلبو فيه على كاع لي سين برونكوبيلمونير، ديسبني، تو، اكسبيكتوراسيون، فاتيك، وحتى لي سين ديال ريتريسيسمون ميترال، يعني بالبيتاسيون، فاتيك، ديسبني، اسوفلومون. و ابخي كندوزو لي زيكزامان باراكلينيك لي فيهم ليكزامان راديولوجيك كومبلي ديال توراكس، يعني الراديو توراكس، راديو الصدر، ومن بعد كنقلبو على البيكا وكنديرو البرونكوسكوبي، يعني المنظار ديال لي برونش. من بين لي كوز ديال ليموبتيزي لا توبركيلوز بيلمونير او داء السل الرئوي، كونسير برونشيك اي سرطان ديال القصبات الهوائيه، ديلاتاسيون دي برونش توسع القصبات الهوائيه، لي كيس ايريان دي بومون اي الاكياس الرئويه، الغيتريسيسمون ميترال او لا ستينوز ميترال هو التضيق في فتحه ديال لافالف ميترال، يعني الصمام الشيء اللي كيعيق تدفق ديال الدم من لوغييت غوش للفونتريكول غوش، اي لومبولي بيلمونير. كاينين دي زوطخ كوز موان فريكون بحال تخيتمون باغ لي زونتيكواغيلون، يعني مضادات تخثر الدم، لي سوبيغاسيون بيلمونيغ، يعني كوليكسيون دو بي في البارونشيم بيلمونيغ. ملي كنقولو بارونشيم بيلمونيغ يعني لي برونش لي زالفيول و لي كوندوي الفيولير.
لي تراكيو برونشيت انفلاماتوار يعني انفلاماسيون ديال التراشي وديال لي برونش، تيمور بينين دي برونش يعني اورام حميده في القصبات الهوائيه، كور اترونجي برونشيك يعني صرتنا شي كور اترونجي اللي حبس لينا لي برونش، تروماتيزم توراسيك لازم اي بنوموكونيوز. بالنسبه لي سين كلينيك ديال ليموبتيزي غادي نهضروا على ليموبتيزي دو موين ابوندونس حيت هي اللي لا بلو فريكونت. دونك كاينين دي سين اللي كيكونوا افون كورور دو لا مالادي، قبل ما كتبدا لا مالادي كنسموهم برودروم ابيتويل. دونك كتكون عندنا سونساسيون دو شالور ريتروسترنال يعني كنحسو بحال السخونيه ورا لو ستيرنوم، سافور ميتاليك يعني بحال الريحه ديال الميتال، وجين ريسبيراتوار يعني ديفيكولتي ولا ديسبني ولا صعوبه في التنفس معها اونغواس، وبيكوتمون لارانجي يعني كتحس بحال لارانكس ديالك بحال تيقرصك، لو روجي دو سون اي لي بريسك لو مالادي بري دو كانت دو تو او كور دو ديكيل اي روجيتي دي غورجي دو سون بور اي ار اس بيمو دون لا كونتيتي اي توجور ديفيسيل ا ايفالوي ابيتوالمون دو 100 ا 300 سي سي. دونك في لو روجي ديال لو سون كيبدا سي تيكحب 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 وموراها كيدير لو روجي ديال لو سون، هاد لو سون اللي كيكون بيور يعني الكراشه كلها فيها لو سون، ايري فيه دي بولدير سبيمو يعني مرغوي، ولا كونتيتي كتبقى من 100 حتى ل 300. اوتر سين بالور او الشحوب ديسبني يعني صعوبه في التنفس، انغواس قلق، وتاكيكاردي سون ايبوتونسون ارتيريال. بالنسبه ليفوليسيون فكتكون لي بريسك توجور فافورابل، لي كانت دو تو سيسباس لا كونتيتي دو سون روجتي شاك فوا ديمينوي يعني كنا كيف ما قلنا كيجيو هذوك لي موفمون ديال لا تو كيكونوا متتاليين، دونك من بعد في ليفوليسيون كيتباعدوا على بعضياتهم ما كيبقاوش قرابين، وحتى لا كونتيتي ديال الدم كتبقى غاديه وتتنقص. من بعد واحد يعني واحد جوج سوايع حتى ثلاثه سوايع صافي لو باسيون ما كيبقاش يدير هذوك لي كراشا اللي فيهم لو سون. بالنسبه لليموبتيزي دو غروند ابوندونس فضروري خصنا نديرو لا سورفيونس ديال المريض، حيت ما كاينينش هذوك لي سين يعني ما كيكونش لو بروغرام يعني ما كاينينش واحد لي سين لي قبل ما كتبدا لا مالادي. دونك لو مريض كيبدا كيكراشي واحد لو فوليوم تري امبورطون ديال لو سون، ويقدر يموت بان طابلو داسفيكسي يعني باغي ديال لا ريسبيراسيون باختناق ولا بنزيف اللي هو حاد. بالنسبه لي كراشا ايموبتويك يعني دو فيبل ابوندونس فكيكون فيهم لو سون يعني دي تاش ديال لو سون سوا روج او لا نوار. لي ريتم سبيسيو لي موديفيكاسيون دو ريتم ريسبيراتوار بو افوار اون كوز اكسترا بولمونير يعني التغير ديال لو ريتم ديال التنفس كيكون عنده سبب اللي هو غير رئوي او لا خارج عن الرئه. كاينه لا ريسبيراسيون بيريوديك دو شين ستوك، وهاد لا ريسبيراسيون كتبان ملي كيكون ديزوردر في لو سيستيم نيرفو سنترال، دونك كتكون ايريغولاريتي في لو ريتم ريسبيراتوار. كتبدا في الاول بابني يعني اري ديال لا ريسبيراسيون بوندون 15 سكوند، من بعد كتجي كتبدا كطلع لا ريسبيراسيون، من بعد كتهبط لا ريسبيراسيون ديكروسانت، وكتعاود عاوتاني كتجي اري ديال لا ريسبيراسيون يعني نوفيل ابني. وهاد الحاله هادي كنشوفوها في الكوما ولا في لي زانتوكسيكاسيون ولا في لي ليزيون انتراكرانيان بحال لي زيموراجي ولا لي تيومور. كاينه ريسبيراسيون دو كوسمول، هاد لا ريسبيراسيون كتكون لونت ريغولييغ اي بروفوند، كتبدا بانسبيراسيون بروفوند من بعد كيكون بوز، وحنا دايرين انسبيراسيون فورسي من بعد اكسبيراسيون وموراها ليجير بوز، وهادي كنشوفوها عند الناس اللي عندهم كوما ديابيتيك اسيدو سيتوزيك. سيانوس سيت اون كولوراسيون بلو اي فيولاسي دي تيغومون اي دي ميكوز تيموان دين ايبوكسي كابيلير. دونك سيانوز هو التلون بالازرق او البنفسجي ديال الجلد والاغشيه المخاطيه اللي كيكون بسبب ليبوكسي كابيلير يعني نقص الاكسجين في لي كابيلير. على حسب لانتونسيتي ديال سيانوس كيتبدل اللون ديالو من موف بال لبلو نوار، وكيتلوكاليزا بالضبط في لو ني في لي زوري في لي دوا في لورتي، ولانتونسيتي ديالو يعني كتكون مجهده ديك الزروقيه بزاف في البلايص اللي هما بلو مانس بحال لي ليفغ بحال لا لونغ ولا بلو ترونسبارون بحال لي زونغل. بالنسبه للاسباب ديالو فسيانوس وسيانوس كيكون بسبب كيف ما قلنا ليبوكسي كابيلير يعني نقص الاكسجين كارديك ولي كارديوفاسكولير سيانوجين. ليبوكراتيزم ديجيتال سي اون ديفورماسيون د ليكستريميتي دي دوا كي اسوسيي اون هيبرتروفي دو لا بولب دي ديرنيير فالونج كي سون ايلارجي اون باغيت دو تامبور et une incurvation inguinale longitudinale et transversale d'où l'aspect des angles envers de montre.
دونك ليبوكراتيزم ديجيتال هو التضخم ديال اطراف الاصابع اللي كيولي الشكل ديالهم بحال هذيك العصا ديال قرع الطبول، وكتولي بحال كيوليو انكرفاسيون يعني بحال مايلين، وكاين لاسبي ديال الظفر كيولي بحال الزاج ديال الساعات. بالنسبه للزيتولوجي ديال ليبوكراتيزم ديجيتال لي سوبيراسيون برونكوبولمونير كرونيك يعني كوليكسيون ديال لوبي سواء في البرونش ولا في لي الفيول ولا في الكوندوي الفيولير، اما بسبب ديلاتاسيون ديال لي برونش ولا ابسي دو بومون ولا توبركلوز بولمونير، لي تيمور مالين انتراتوراسيك اي لي افيكسيون كاردياك باغ اكزومبل لي كارديوباتي كونجينيتال سيانوجين ولا لوندوكارديت دوسلير. ولوندوكارديت دوسلير هي واحد الانفيكسيون ديال لوندوكارد يعني الباروا انترن ديال لو كور بسبب دي باكتيري سيرتو ستافيلوكوك ولا ستريبتوكوك ولا بار دي شامبينيون. لي تروبل لا فوا ايل اكزيست ديفيرونت فاريتي دو ديسفوني. ديسفوني هي لالتيراسيون دو لا فوا ولا تروبل دو لا فوا. كاين فوا روك اون روي ايتانش او ميم افون اون كاد لارانجيت ايغو او كرونيك، هو الصوت اللي كيكون مبحوح كنشوفوه سيرتو في الانفلاماسيون ديال لارانكس سواء ايغو ولا كرونيك. فوا نازوني nasillante qui vient du nez en cas d'encombrement des fosses nasales. Donc cette sorte d'adab elle qui est من الانف ديالو. Voix bétonale alternativement élevée et grave coïncidant presque toujours avec une paralysie d'une des cordes vocales. Donc voix bétonale هو صوت اللي كيكون مزدوج يعني مره grave ومره aigu surtout كنشوفوا عند الناس اللي عندهم paralysie ديال الاحبال الصوتيه. L'épistaxis il s'agit d'un saignement, hémorragie ou rhinorragie provenant des fosses nasales. L'épistaxis ou RF, il y a un saignement, le sang qui est mais les fosses nasales. La fréquence de l'épistaxis, c'est la fragilité ou la richesse vasculaire de la muqueuse. Donc l'épistaxis peut être légère et peut être grave à l'abondance d'elle. بالنسبه للبيستاكسيس لي كوز ديالو كاينين دي كوز اللي هما لوكال وكاينين دي كوز اللي كيكون يعني ليبيستاكسيس كاين معاه شي مالادي اخرى مالادي جينيرال. دونك ليبيستاكسيس دو كوز لوكال بحال لي كوز تروماتيك يعني فراكتور ديال لو ني ولا انترفونسيون شيروجيكال اوندونازال يعني شي انترفونسيون ا لانتيريور ديال لو ني ولا تيمور بينين ولا مالين ديال لي فوس نازال. بالنسبه للمرضى اللي كيتسبوا لينا في ليبيستاكسيس هما لاشتيا سيندروم ايماتولوجيك انسفيزانس هيباتيك ولا شي حد اللي كياخذ تريتمون بار لي زانتي كوغولون. وكاينين دي زيبيستاكسيس اللي كنسميوهم اسونسييل وهادو كيجيو لو سوجي اللي هما جين كيكون يعني بحال كتقيس واحد لاطاش فاسكولير اللي كتسبب لك فواحد لابتيت ايموراجي كتكون اما لو باساج من لو فخوا لو شو ولا ليكسبوزيسيون او سولي ولا دي ميكرو تروماتيزم بار لو غراتاج.